ذلك أقاموا الأمر على وجهه، وما عرفوا في مثل هذه الذكريات والأيام التي فيها من جملتها وفيات الأنبياء، وفيات الصحابة، وفيات أهل البيت الطاهر، وفيات الأكابر من الأمة، ما جاءت في كتاب ولا سنة تجديد حزن ولا تجديد جزع بقضاء الله وبقدره أولا. ثم كان لقاء جميع الأنبياء، جميع الأصفياء، جميع الصالحين، ومن عظام الصالحين سيدنا الحسين بن علي عليه رضوان الله تبارك وتعالى، الذي قضى الله أجله في مثل اليوم المقبل في يوم عاشوراء، وقتل في ذلك اليوم عليه رضوان الله تبارك وتعالى. كان كلهم لقاؤهم لله من أعظم الأعياد لديهم ومن أكبر المكرمات لهم. ما تصلحوا لنا شيء ثاني من عندكم تبتدعونه، فلا هو إلا خبطة ورخبطة والعب والضحك، ما جاءت به آية ولا حديث ولا سنة ولا مسلك، لا لآل البيت ولا للصحابة ولا لصلحاء الأمة. أما إن كان رضيتم قتلتهم والعياذ بالله، وما بينفعكم لو قطعت نفسكم قطعة قطعة وأنتم راضين بقتلة الحسين، فما قتلته يوم القيامة، وما قتلته إلا حطب جهنم والعياذ بالله جل جلاله. أما رضيتم ذلك فلا تزر وازرة وزر أخرى، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. وإن كان عندكم محبة لسيدنا الحسين فابحثوا عن طريقته فيكم وفي أفكاركم وفي معاملاتكم للمؤمنين ولعباد الله، وفي زهدكم في الدنيا، وفي بكاؤكم في الليل، وفي تنقية قلوبكم عن الشوائب. فهذه محبتهم ما تعرف إلا بهذه العلائم، ولا تعرف إلا بهذه الحقائق عليهم رضوان الله تعالى. وقد قتل أبوهم من قبله، ما عندكم محبة لأبيها وكيف؟ وكان في يوم السابع عشر وقتل قتل ظلم، وكان قاتله أشقى الآخرين، أشقى من قاتل الحسين. قاتل سيدنا علي أشقى من قاتل، كلهم أشقياء، ولكن قاتل سيدنا علي أشقى من قاتل الحسين. ما لكم حزن عليه، ولا حزن على واحد دون واحد، وإلا هي هواء وعصبية وكل ما فارغة تجي من هناك. أين القرآن؟